السلام عليكم، معكم هاشم. اليوم عدنا تجربة للعبة ببجي موبايل على جهاز الأحدث من سامسونج، هو الـ S24 Ultra. طبعا كشكل من الجهاز من الخارج، طبعا هنا الشاشة صار عندنا فلات بدون أي انحناء، وأيضا إطار الجهاز والظهر صار من التيتانيوم نفس الآيفون، وأكيد هنا عدنا الوزن صار أقل من الـ S23 Ultra وبعض الاختلافات الطفيفة عن الـ S23. وهسه نجي على الأداء، فأكيد هنا أداء الجهاز عليه معالج الأحدث هو الكوالكوم سناب دراجون 8 من الجيل الثالث، مدعوم بالذكاء الاصطناعي كأول جهاز بهذه الميزة، مع معالج رسومته هو الأدرينو 750 و 1 جيجا هرتز للسرعة. وشاشة الجهاز طبعا هنا هي من نوع الدايناميك ال تي بي او أموليد 2X، هنا بدقة هي للدبليو كيو اتش دي بلس بأعلى معدل تحديث 120 هرتز، وعلى سطوع تصل هاي الشاشة هي 2600 شمعة. وسنجع البطارية، فهنا البطارية التجهيزية 5000 ملي أمبير، تدعم لك شحنة سريعة بقوة 45 واط. طبعا هاي أهم مواصفات الجهاز اللي ذكرت لكم، إذا تريد أكثر عن هذا الجهاز تقدر تبحث في جوجل أو في اليوتيوب وتحصل على كافة تفاصيل هذا الجهاز. وهسه راح لبوبجي موبايل، فهذا الجهاز راح يشغل لك بوبجي موبايل على 90 فريم على عدادات ممكنة لهذه اللعبة. وايضا عندنا هنا الجهاز راح يدعم لك نظام الاهتزاز ثلاثي الابعاد مع الجيروسكوب، هنا سريع جدا طبعا. وهاي تجربتي للعبة بوبجي موبايل على هذا الجهاز، ان شاء الله تستفادوا منها، يعجبكم خليكم بالفيديو.